ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ عامر، كيف أخبارك؟ الله يحييكم يا حبيبي. الله يعزك. مع حضرتك أشرف غريب من مصر شيخ. ما أسمع. معك أشرف غريب من مصر. أهلا وسهلا، حياكم الله، حياك الله. كان عندي استفسار شيخ إذا أمكن من وقتك، يعني تفضلوا. هل فاطمة رضي الله عنها تحب النبي أكثر أم الإمام علي؟ شيخنا حبيبي، نعم السؤال اكتب لي اياه كتابة كتبته شيخ وانا وبعته راح ليك. اتصل بك كتبته واجاوبك، لانه ما جاي اسمع منك شيوخ. كتبت لك السؤال شيخ، انظر في الخاص. دزيت لي على الخاص السؤال. نعم اقرأ شيخ السؤال، نعم، واجبني عليه صوتيا. هسه راح اقراه واجاوبك عليه بخدمتك. طيب تفضل. ده قفل الخط، أغلق الاتصال. طيب نتصل بيه تاني. تفضل شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعني سؤالك مو بمحله، لأنه الحب ما بيه مقياس. ليه شيخ انا يعني بسألك، ماكو انا أداة، شيخنا ماكو أداة لقياس الحب. يعني من تحب اكثر، يعني علي بن ابي طالب ام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ماكو مقياس للحب. يعني هسه أنا اليوم أوجه لك سؤال، أقول لك أنت مثلا تحب أمك لو أبوك أكثر، احب عشان هيك امي. تحب أمك. شلون عرفت نفسك تحب أمك؟ انا انت بتسألني عن نفسي شيخ، تمام؟ ماكو عندك مقياس انت. مش زي، مش عندي احنا مقياس. ما عندنا اليوم، ما عندنا مقياس بالخارج يمكنك بانه يعني نسبة الحب ايش قد كانت تحب الزهراء النبي عليه الصلاة والسلام، او كان الامير مثلا ايش قد يحب النبي عليه الصلاة لا والسلام. يعني ما انا عندنا بسأل مقياس. حضرتك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ابنته فاطمة، تمام، طبعا ويقول يعني السلام على ام ابيها، صح؟ هو اليوم منو اللي ما يحب اولاده؟ طيب انا ده انا بسأل سيدة حضرتك عليه، الزهراء مثلا. فهل كانت فاطمة عليها السلام تحب علي اكثر ام النبي اكثر؟ ما